مشاهدينا نتابع وإياكم هذه المشاهد لتمشيط القوات الروسية لمنطقة أو مشاهد متداولة تظهر قوات يعتقد أنها روسية تقوم بتمشيط مدينة جنوب أوكرانيا. كل ما يصل من هذه الفيديوهات المتداولة تظهر معكم على الهواء لحظة بلحظة، هذه المشاهد المتداولة تظهر قوات يعتقد أنها روسية تقوم بتمشيط مدينة في جنوب أوكرانيا. Я в шоке. Слышь, нас Бердянск захватывает, да?